يسأل الحجاب اللي يكون يعني إلى هنا يعني تخرج القذلة أو كذا أو الشعر. أولا لابد أن نفهم أن الحجاب ليس هذا ليس حجابا، هذا غطاء للرأس. الحجاب لباس كامل على الجسد كله، ما يصير حجاب متحجبة ولابسة بنطلون تطالع فيه، هذا مو حجاب. هذه ليست متحجبة، اللي تلبس بنطلون ليست متحجبة، التي تلبس الضيق ليست متحجبة، التي تحط حمرة وبودرة وعطر ليست متحجبة وإن غطت شعرها. فليس الحجاب تغطية الشعر، ليس الحجاب تغطية الشعر، الحجاب لباس كامل يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو الحجاب. أما تغطية الشعر خرقة توضع على الشعر، هذه ليس الحجاب، ولكن تساهل الناس تسمية هذه القطعة هي الحجاب لباس كامل، وبالتالي إخراج جزء من الشعر أو إخراج الرقبة أو إخراج الحنش أو اللي هو الآن هذه يحطون بس القبعة على الشعر مثلا، كل الوجه والرقبة طالع وكذا، أو نص الساعد طالع أو الساق أو الضيق أو البنطرون، هذا كله ليس بحجاب، هؤلاء لسنا متحجبات، وإنما هؤلاء يغطين شعورهن أو بعض شعورهن على سؤال السائل. سم.